اسمك كريم ايه؟ انا اسمي سفير. نعم. سمير. بتشتغل ايه؟ انا ديلر. ديلر؟ بمعنى ايه ديلر؟ بمعنى تاجر مخدرات. عموما اتشرفنا بيك. مش اشكال. مش اشكال. لا مفيش حاجه. مفيش. اهلا يا اخ. اتفرج على الماتش. نتفرج على الماتش. لازم استاذن الحاج يعني ابويا واقف بره. انت سايب ابوك بره؟ هو في الحوض. ابوك سايب الحمام كله وقاعد في الحوض؟ بيبلبط مع اصحابه في الحوض. حوض ايه؟ حوض السمك. ابو قاعد في حوض السمك. ما احنا لسه جايين من حوض سمك. شفت حاجه؟ بس يا حبيبي انا فهمت. ده واخد كيمياء وضارب حاجات مع بعض. مش انت ضارب؟ انا حاسس ان انا مش ضارب. انا بضرب. معلش اهدى كده وربنا يعدلها ان شاء الله. وبابا بيبلبط مع اصحابه. ما تخافش يعني. اتفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا. اتفضل. امسك نفسك يا سمير. انا بحبك قوي. ميرسي يا حبيبي. بس على فكره الخمر هي اللي بتدي طاقه الحب دي. خطا. ان الخمره تذهب العقل. اذهب انت الى الجحيم. والله العظيم يا رب. انت مين انت؟ انت الشيخ جاكسون ولا مين؟ جاكسون ايه بس؟ اسكت بقى. بص ازاي. تعد نفسك. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا اخي. مش كنا رحنا عندي احسن؟ ولا والله عندي عندك كل واحد. اتفضل رايح. لا انا هنزل انا بقى. لا ما يصحش ما يصحش. ازاي تنزل ده انت؟ نام جنب شويه. رايح وماشي وانزل. مشوار طويل كده. اذنبوا الشياطين. اتفضل اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اتفضل. لا لا ما تغطيناش في الحاله اللي احنا فيها دي. ما تغطيناش خالص. فعلا استغفر الله. طب ما تجيب الشنطه عينها لك. طيب. لا شكرا. شكرا. بيبو. مفيش حاجه. معلش علق لي بس الشنطه دي عشان. ايوه ايوه طبعا طبعا يا استاذ هاني. اتفضل اتفضل. على الرحب والساعه. اتفضل. نام انت نام. استغفر الله العظيم. بس بقى بس. اعوذ بالله. مزعج وهو صاحي ومزعج وهو نايم. اوف. سلام اخوانهم رب الرحيم. نعم. انت اللي حكيت مع الشيخ كريم؟ نعم أنا الذي تحدثت مع الشيخ كريم. وين الفلاشة؟ موجودة. تفضل. يلا لا تجنني بسرعة. وراي. سهلا. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أهلا. اتفضلوا. الفلاشة. تمام. تمام. الحمد لله. ليبو مفيش جرجير. إيه ده؟ ارفع إيديك. لا مش هينفع ارفع ايدي. الفوطه هتقع. لك لا تجنني. اعمل لك ارفع ايديك. عم بقول لك الفوطه هتقع. ارفع ايدك. ماشي بس ما تزعل. ما بزعل. ما تزعل. ما بزعل. ايه الفوطه؟ ما فيش حاجه يا جماعه. نهدى نهدى. ما فيش حاجه حصلت. ما فيش حاجه. استغفر الله العظيم. مين هذا؟ ده صاحبي. واول ما عرف ان انتوا جايين يا شباب قال بس انا لازم انضم. لك ما قلت لك استناني لوحدك. ماما حضرتك هو شبت فيا. كنت اسيبه يعني. وعلى فكره ده حلو قوي. هيعجبكم. لا عاجبهم في ايه؟ لا لا مش عاجبكم خالص. عاجبهم في ايه؟ وقت صوتكم بقى ولا وقت التلفزيون اللي انتم مشغلينه ده؟ انتم مشغلين ايه؟ باب الحاره ولا حريم السلطان؟ مشغلين باب الحاره واهل الحاره جم هم. ايه ده؟ يا جماعه الملثمين دول حقيقي
ولا دي الدماغ؟ تعالى يا سمير، ما هم دول الشباب اللي انت كنت مستنيهم عشان ننضم. والبصحف؟ ايوه. والبصحف الشريف بتتكلم جد؟ طب كويس كويس ان هو يعني ما تاخروش. يلا انتوا الثلاثة امشوا قدامي، انجروا بدون ولا صوت. ايه ده شويه يا ابو فهد كده، هنروح فين كده على الصبح؟ ما بصير اترككم هون بعد ما عرفتوا كل شيء. روح غير هي الخرقه اللي لابسها بسرعه. خرقه ايه اللي انا لابسه؟ ده ماسك وبعدين مش لابسه حاطه بس. لك لا تجنني. يلا. لا حاضر حاضر هلبس. حاضر حاضر. خش 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 خش. انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه. ما تقلقش هنروح مشوار. ولله الحمد. اللهم صل على النبي. شايف شايف التنظيم وربنا مكلفين يا جماعه. ايه ده؟ ايه يسمع الموسيقى؟ يعني كان معلي الموسيقى شويه فانتوا بتعاقبوه؟ شفت عاملين ايه في اللي بيسمع المزيكا؟ انا بصنع المزيكا، هيعملوا فيا ايه؟ شو انت هتقول لهم ليه؟ هيعرفوا. لا ما تعرفوش يا جماعه، احنا غير الناس دي كلها، احنا معاهم. ربنا يستر. اتفضلوا يا جماعه. اكيد واخديننا بقى يفطرونا ولا يعشونا ولا يجيبونا اي حاول الهرب. مش قد حاجه بتعملها ليه؟ تهرب ليه؟ تهرب ليه من هنا؟ اتفضلوا شباب من شكرا. هنا. شكرا. اتفضلوا من هنا يا سعاده الباشا. عرفنا وتفضلوا. اهلا وسهلا. ايه ده يا سعاده الباشا ده؟ اتفضلوا. يلا نجر على القفص. نجر على القفص ليه ان شاء الله؟ طب اتدخل قرود. لا لا تجنني. حاضر يا سعاده الباشا. خلاص يا سمير. طب استاذنك ما حدش يتصور معانا بس. حضرتك في سوء تفاهم، احنا معاكم معاكم. اتفضل. تبع الخرقه. خريط ايه بقى؟ هو في خير اكتر من اللي احنا فيه ده؟ انا هقول لك بس. يا باشمهندس. يا استاذ. يا جماعه. يا كابتن. احنا بتوع الفلاشه. طب هتقولنا موت. احنا بتوع الفلاشه. بيبو بيبو بيبو. ايوه ايوه انا بيبو. ايوه بيبو. يخرب بيتك شو حبيتك، يخرب عقلك شو بشتقلك. بقول لك ايه، سكت بسكال مش علينا، اللي هناك دي هتفضحنا. بسكال انا مش عارفها مش عارفها. كيفك حبيبي؟ مين هيدا؟ انا مشبه عليه. بقول لك ايه، حاول تنهي العلاقه القذره دي. ما بتتذكرني؟ انا مش فاكرك. مش فاكرك ايه؟ ده بيقول لك حبيبي، ده عارفك وعارفك وعارفك. انا كنت برسم لك الريمبو. انا مشمش. بيرسم لك الريمبو؟ بيرسمه لك فين يا حبيبي؟ لا شوفي. لا 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 مفيش حاجه يا فندينا، دي مجرد زقوبعه في فنجان وهتخلص بسرعه. سد بوزك انت وياه. كله منك انت. ما انا كنت قاعد مع ملكات الجمال، كنت في حالي. يا هاني يا هاني، في ايه يا هاني؟ اهدى كده بس شويه وصلي على النبي. انت بتحرجني يعني؟ بغض النظر انا عايزك تهدى وما تقلقوش يا جماعه، ده مجرد سوء تفاهم وانا مسيطر ومظبط معاهم. مظبط معاهم ايه؟ الله يخرب بيتك. دول دخلونا القفص، دخلونا القفص. يا سمير ما تقلقش، ده مجرد اجراء احترازي، وعشان تطمنه انا كنت بتواصل مع الناس دي عن طريق شات المزرعه السعيده. طب وايه اللي حصل؟ انت كسبتهم في المزرعه السعيده فقلبوا عليك ولا ايه اللي حصل؟ يا ابني لا، كسبت ايه؟ ده مجرد طريقه للتواصل بينا. يعني عارفينك؟ طبعا عارفيني، بس هم ما يعرفوش ان اسمي بيبو، عارفين اسم الحركي ليثو شبرا الخيمه. طب ما تقول لهم انك ليثو شبرا الخيمه. لا انا ليا كلام بس مع الكبار.